تعديل الدستوري عميق مثل الذي نحن بصدده لابد أن تترتب عنه مراجعة جملة من القوانين العضوية والقوانين المادية لجعلها تتماشى والنص الجديد، بل استحداث نصوص جديدة. وعلى سبيل المثال لا على الحصر يعني بدون انديكاتيف، فإن من القوانين التي سيمسها التعديل نجد مثلا القانون العضوي للانتخابات، وقد كما تم تعلمون قد تم تنصيب لجنة بالفعل لبدء العمل على مراجعته، مكونة من أساتذة ومختصين وإطارات من وزارة الداخلية، قانون العضوي للأحزاب السياسية، القانون العضوي للجمعيات، قانون الإعلام، قانون المجلس الأعلى للقضاء، قوانين البلدية والولاية، قانون محاربة الفساد، إلى غيرها من القوانين.